مشروعنا هو عبارة عن مساعدة للأمهات المبتدئات في معرفة مستوى الحرارة المناسبة للطفل الرضيع، حيث أن مستوى الحرارة المناسب هو من درجة حرارة 35 سيليزية إلى 37 سيليزية المناسبة لدرجة جسم الإنسان. الآن يظهر 32 وسهم إلى الأسفل. عندما نضيف الماء الحار سوف يرتفع السهم إلى أعلى وتتغير درجة الحرارة. الآن أصبحت 33. والآن أصبحت 34 درجة سيليزية و 35 درجة سيليزية، 36، 37 درجة سيليزية. والسهم أصبح إلى أعلى.